بكل تأكيد هي أصعب مباراة للنادي الأهلي هذا الموسم، مباراة الأهلي وفيتا بعد بكرة إن شاء الله في تمام الساعة الثالثة عصرا. وهي صعبة ليه؟ بسبب الظروف اللي بيمر بها النادي الأهلي، سواء من حيث الإصابات وغياب بعض العناصر المهمة، أو حتى بالظروف اللي تتعلق بمكان وملعب المباراة. ملعب المباراة على استاد أرضيته ترتان، فبالتالي هيبقى الوضع صعب شوية بالنسبة للاعبي النادي الأهلي، مش متعودين يعني على كده. بالمناسبة طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده ملعب اللقاء، والأهلي يتمرن أول مران ليه هناك، وآخر مران هيكون بكرة قبل مباراة بعد بكرة. وده طبقا للوائح الخاصة بالاتحاد الأفريقي، إن أنت طالما هتلعب الفريق الضيف هيلعب على ملعب ترتان، فيحق للنادي الأهلي أو يحق لأي فريق ضيف ان هو يتمرن على الملعب ده يومين او تدريبين، فده امر معروف ومفروغ منه. ده كان اول مران للنادي الاهلي، الامور ماشيه بشكل جيد. في بعض التفاصيل هنتكلم فيها بخصوص المران بس بعد شويه، لكن الاهم في المباراه دي انك تتحلى بشخصيه النادي الاهلي. بمجرد ما تتحلى بشخصية النادي الأهلي وتلعب على أنك لازم تكسب الماتش ده عشان تعدل وضعك في المجموعة وتقدر تتأهل وتواصل هذا المشوار الهام جدا بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي، بإذن الله تكون موفق ويكون التوفيق حليف. احنا شفنا الأهلي عمل مباراة كبيرة جدا أمام فيتا في القاهرة، لكن ما كانش فيه توفيق، فبالتالي النتيجة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفرقتين. لكن في كل الأحوال الأهلي اتحط في الوضع ده قبل كده كتير، وقدر إن هو يتغلب ويتخطى العقبات المختلفة، وقدر إن هو يتخطى يعني موقف زي ده صعب جدا بالنسبة للفريق. هقول لكم أمثلة كتير يعني ومش كلها، يعني احنا شفنا مثلا بالتحديد مباراتي النهائي سواء 2006 ما كانش الأهلي هو الأوفر حظا في الفوز بالبطولة بعد ما تعادل في القاهرة 1-1. رحت هناك بشخصية النادي الأهلي، قدرت إنك تكسب بهدف أبو تريكة الشهير والهدف التاريخي يعني من نجم كبير زي محمد أبو تريكة. يعني في 2012 تكرر الموقف مع الترجي، تعادلنا هنا 1-1 في برج العرب، ورحنا هناك كسبنا 2-1 في رادس. فيما يتعلق بالملاعب الترتان، الأهلي لاعب اتحاد العاصمة في 2005 لو نتذكر على ملعب الترتان في ذهاب دور ال 16، وقدر الأهلي أنه يتغلب على الفريق ده بهدف محمد بركات أحد أبرز نجوم النادي الأهلي التاريخيين، كان في الدقيقة 5 على ما أتذكر، كان هدف غالي جدا ومباراة كانت كبيرة جدا يعني. فانت عندك مواقف كتير جدا مريت بيها وقدرت انك تتغلب عليها. كلنا ثقه وكلنا دعم للجهاز الفني واللاعبين في هذه المباراه، لكن هم ثلاث رسائل مهمين. الرساله الاولى للاعبي النادي الاهلي، مطلوب ان يكون كل لاعب في اعلى معدلات التركيز في هذه المباراه، لان خلاص الظروف يعني خلت ان المباراه دي هي اهم مباراه للنادي الاهلي هذا الموسم. فبالتالي مهم قوي انك تكون مركز، مهم قوي انك تنفذ تعليمات الجهاز الفني، تستغل الفرص، اي فرصه تجي لك، الفرص هناك هتبقى غاليه قوي قوي، اي فرصه تحاول باذن الله بعد توفيق المولى عز وجل تحرز هدف، نكسب الماتش ده يبقى الامور زي الفل، مش هيبقى في اي مشكله باذن الله تعالى يعني. الرساله الثانيه للجهاز الفني، وهي بتتعلق بكيفيه تقسيم مجهود اللاعبين في مباراة الساعة 3 العصر على ملعب ترتان بدرجة حرارة عالية ورطوبة عالية. فده دور الجهاز الفني، واحنا واثقين طبعا تمام الثقة في الجهاز الفني. مستر بيتسو موسيماني عنده خبرات عظيمة جدا جدا في القارة الأفريقية ومباريات كتير جدا خاضها في البطولة دي، فبالتالي تراكم الخبرات أكيد هيساعد في هذه المباراة ويقدر إن هو يتعامل معاها بالشكل الأنسب طبقا للسيناريو اللي ممكن يكون في ذهنه بيحضره دلوقتي أو ممكن يكون استقر عليه، بالتالي يلعب بيه النادي الأهلي. المهم يكون بإذن الله موفق. الرسالة الثانية، وهي مش رسالة في الحقيقة، هو أمر معروف بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، الداعم دائما لفريقه في أصعب الظروف، وبيبقى مفتاح هام جدا من مفاتيح فوز النادي الأهلي هو جمهوره العظيم اللي متواجد في كل مكان من خلال المؤازرة الدائمة لفريق النادي الأهلي. دور الجمهور معروف ومفروغ منه، وإن شاء الله بإذن الله الأهلي يقدر يتخطى هذه العقبة ومن ثم يقدر يكمل مشواره في هذه البطولة وينافس على هذا اللقب الغالي بالنسبة لكل الجماهير واللي الأهلي بيحمل لقب هذه البطولة. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق.